عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. يحل عسرة الأمور لا من عزم بالأمر صار كفو على الشدة الجسور سلطان نعم المستشار شيخ وله في الركض دور يا مروث الأمر اختيار وموفق في كل شور عماري الوثبة عمار يا من تلقى في الجنة نصر هجن من كل دار فالعصر ظهر الركض دار كل عام ينزح الستار وترف في الوثبه نشور تسعيرة طوال العمار دعم صخي بلا قصور اشواطها تقدح شرار تبغي لها نادر ذيور تاخذ من انصاف النهار وتنظب سرعه ويجار والشوط نار الطير مع سرب الطيور حقت لقعدان وبكار مكرم طوال الشهور روحت والشوط نار الطير مع سرب الطيور حقت لقعدان وبكار مكرم طوال الشهور وجهه سامي للغرام في كل عام للصدور ان المعازي شعبه بحكمة فخور هو خالد اللي له يشار لا من حضرك ولا حضور الهجنة عند ما تجار لا ينحق الموروث يجار. إذن متابعين الكرام التواصل يستمر والتحديات تتواصل هنا من أرضية هذا الميدان ميدان لوغان للسباقات الأجل العربية الأصيلة حيث ينطلق شوطنا التاسع هنا للإبكار المحليات رصايل لسن الإذاع صدارة هذا الشوط والمركز الأول يأتي هنا شعار حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري يقدم لنا الهبيبة مع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني هنا الدخول من شاهني العلي بن سعيد بن سالم النعيمي بينما المركز الثالث ثالث الأسماء هنا الشاهني العلي بن سعيد بن سالم النعيمي يأتي في هذه اللحظات أو هناك ثالث الأسماء نعم بالفعل جبار ناصر بن يعان بخلفان الشامسي هنا يقدم أيضا لنا جبار بعدما قدم لنا هناك شعاره الرائع والجميل متابعينا الكرام هنا يبحث عن نقطة ثانية من خلال هذا المسار بينما هناك الدخول والتواصل من ايضا من منذره ومحمد بن حميد بن حمد بن حميد الدرعي يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا منذره في هذا المسار بينما هنا الوصول من شواهين ياتي في هذه اللحظات ويتقدم متابعينا الاعزاء متابعينا الكرام هناك حميد بن راشد بن ناصر الدرعي والتواصل من الزاويه الصعبه في هذا المسار والقدوم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام شعار بالعكاري القادم في هذه اللحظات مع سمحة وسهيل بن محمد العكاري العامري يتواصل في هذه اللحظات وأرى قدوم أرى أيضا هناك هجوم من النايفة أو هناك الشايبة لبدر بن رامس بن محمد الجحافي بينما هنا الدخول الدخول أيضا هناك من الشاهنية لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري يتواصل في هذه اللحظة يقدم لنا شعاره وانطلاقة الشاهنية في هذا المسار بينما هناك التواصل والقدوم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام الوصول من شعار عبد الله بن حمد بدليل بالويع العامري يقدم لنا مودة في هذا المسار وهذا الاندفاع الرائع والجميل هذه اذا متابعينا الكرام ايضا النتيجه لهذه الاسماء والمتقدمه الاولى والعشره الاسماء المتقدمه منها نتحول الى مقدمه الشوط
سرت الامور لا من عزم بالامر صار كفو على الشده جسور سلطان نعم المستشار شيخ وله في الركض دور يا مروث الامر اختيار وموفق بكل شور الهجن من كل دار فالعصر ظهر الركض دور كل عام ينزح الستار وترف في الوثبان شور تسعيرة طوال العمار دعما صخي لا يصور اشواطها تقدح شرار تضوي لها نادر ذيور تاخذ من اوصاف المهار وننظب اسرع حث والشوط نار الطين مع سرف الطيور حطت لقعدان وبكار مكان مطور الشغور إذن عودة متابعين الكرام إلى دائرة المنافسة هنا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه التحديات هنا أيضا الهبيبة حمد بن عبد الله بن سالم بحلوس العفارياتي على صدارة بينما ثاني الأسماء هنا متابعين الأعزاء الشانية لمحمد بن صالح راعي الطير العامرياتي في هذه اللحظات على ثاني الأسماء بينما المركز الثالث الوصول القدوم في هذه اللحظات من الشايبة لبدر بن رامس بن محمد الجحافي هنا ياتي في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذا المسار مع المركز الثالث بينما هناك التواصل أيضا متابعين الأعزاء ومشاهدينا الكرام والقادمة في هذه اللحظات شوهين حميد بن راشد بن ناصر الدرعي بينما هنا الدخول من طماع هلال أو حمد بهلال بن خيري الجنيبياتي مع طماعة بينما هناك بالعكاري قادم مع سمح سهيل بن محمد بالعكاري العامري يتواصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا المسار على سادس الأسماء بينما سابع الأسماء هناك الوصول القدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء والتواصل الرائع والجميل هنا مشاهدي الأعزاء أيضا من خلال هذا التحدي والمنافسة أيضا القادم في هذه اللحظات يحمل الرقم 16 هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لم يتواجد معنا في الكشف هنا أعتقد شعار بن غزول شعار بن غزول هنا متابعينا الكرام هنا من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدي الأعزاء إذن الأسماء القادمة في هذه اللحظات والمتواصلة بهذا الأداء الرائع والأداء الجميل هنا مشاهدين الأعزاء ياتي هناك أيضا محمد بن سالم بن راشد الدرعي قادم بشعاره وانطلاقاته وبالعكاري قادم باسمين رائعين في هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام يقدم الشهنية وسمحة ولكن عودة إلى الصدارة عودة إلى مقدمة هذا الشوط متابعين الكرام إلى شعار رع الطيرة يقدم الشاهنية هنا متابعين الأعزاء ياتي هنا محمد بن صالح رع الطيرة العامري يقدم الشاهنية بأداء رائع وانطلاق جميل على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله هنا العصا في الأبطان الأداء التلقائي حتى هذه اللحظة تسيطر على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول وعلى القيادة الأولى من خلال هذا المسار والاندفاع الأول والانطلاق الأول والاندفاع ما شاء الله الشاهنية على الصدارة هنا أيضا القدوم من الشايبة لبدر بن رامس بن محمد الجحافي قادم في هذه اللحظات مع المركز الثاني ولكن الشاهنية على الصدارة الشاهنية على المقدمة الأولى والصدارة الأولى سلام بصالح سلام الشاهنية
عشان يا سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. محمد بن صالح راعي الطيرة العامري تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت هناك الشايبة لبدر بن رامز بن محمد الجحافي بينما ثلاث الأسماء. المركز الثالث كان الدخول ايضا من الهبيب الحمد بن عبد الله بن سالم بحلوس العفاري. اذا تهانينا والناموس لمالك شاني يوم قدم شاني في هذا المسار محمد بن صالح راعي الطير العامري. التوقيت الزمني 9:40:93 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.